بالعين وبالملموس. تتكل عليا انا وانا نخدم بالعين وانا ما نتكلش على روحي، بعد التوفيق تاع ربي سبحانه. تفهم كيفاش؟ انا واش عندي علم واش راني نبعث ليكو، والله العظيم ما ريش نشوف فيه هو الصح. راني نشوف انا نعرف حوايج تحت الارض، لو كان ما يوفقنيش ربي نخرج فوق. والحمد لله ما قريت النتيجه دائما راهي تكون بالتوفيق تاع ربي سبحانه ايجابي. ما نشوفش العلم هو اللي يلقاه، التوفيق تاع ربي باسكو تحت الارض. ما تعيط يا سعودي كاين ولا ما كاينش، باش يرتاح القلب تاعك مهما راك بالعلم بصح كاين وين. لا لا انا حبيت نقول لك هذا المفهوم باش تعرف باللي العلم في الشهاده محدود، محدود جدا، محدود محدود الى اقصى الامور. لا ربي عطانا شويه علم، ربي احتمالات، ربي ربي عطانا شويه علم. عنده احتمال يقول لك عندي احتمال 80%. فوالا فوق 80% ماهيش داخله في حسابي. احنا لازم نجتهدوا نجتهدوا صافي، احنا ماشي هذه نتكلوا على لاباري اللي تجيب لنا الماء. فهمت المقصود ديالي؟ انت على بالي راك تقول لي نتاكل عليك، ونتاكل على ربي. انا واحد من الناس نتكل على العلم اللي نعرفه واش نعرف، ولكن العلم نعرف باللي ماهوش 100%. شوف لاباري، لاباري تجيب له 50%، والتجربه نتاعو تزيد له 40%، وتبقى 10% هذاك في الغيب. وهذا الشيء علمي، هذا الشيء علمي، لانه العلم ما يقولكش ربي ما اكزيستيش. 50% زائد 40% غير ما نجيب هذا 100%. ها بدا عمري يفهمنا. ها هادي وحنا الحمد لله حنا في السيكتور هذايا. اسمع نكمل لك هادي، حنا في السيكتور هذايا الدراسة هذه واش درناها؟ ربي سبحانه وفقنا وطاحت 100%. انا شنو هما اللي حطوني معاه في المعرفه؟ راهو بعثهم الله ميزون عندنا. ما نعرفه ما يعرفني. انا كي لقيت السيستم هذا وبديت نقرعج عليه ونقرعج، من بعد السؤال اللي طرحته على الشينويه قلت له هل كاين عندكم واحد اللي يعطي هي